السلام عليكم. إيران توعدت بالدخول بحرب مباشرة ضد إسرائيل، وذلك دعما لفصائلها المسلحة في منطقة الشرق الأوسط. هذه التفاصيل نشرت من قبل العديد من المصادر الإيرانية اليوم، مثل وكالة ماهر نيوز، إيرنا، وكذلك وكالة تسنيم، وهي صادرة عن طريق تصريحات مباشرة من قبل القائد العام للحرس الثورية الإيرانية اللواء حسين سلامي، الذي جعل الأمر واضحا من خلال ما قاله هنا: ليس مقررا أن نقف مكتوفي الأيدي ودعم جبهة المقاومة فقط، إذا لزم الأمر سنشهر السيوف بأنفسنا وسنتحرك إذا تطلب الأمر ذلك. وأيضا تحدث بشكل واضح عن العملية التي نفذتها إيران ضد إسرائيل، وهي عملية الوعد الصادق، ووجدها بأنها توحد المسلمين وتوحد جبهات ضد إسرائيل، والرسالة أصبحت واضحة لما ممكن أن تفعله إيران هنا. وهذا التصريح يأتي بشكل مباشر بعد وصول التصعيد بين حزب الله وإسرائيل إلى أعلى مستوياته، حيث أن حزب الله اللبناني تمكن من الانتقام لهذا الرجل، وهو ياسر قرنبوش. هذا الرجل هو المرافق السابق للسيد حسن نصر الله، اغتالته إسرائيل يوم أمس في داخل سوريا. فجأة ومباشرة قام حزب الله اللبناني بإطلاق أكثر من 40 صاروخا على شمال إسرائيل، وصلت إلى مرتفعات الجولان إحدى هذه الصواريخ، الذي سقط طبعا في هذه النقطة في أورتال على هذا الطريق. وقام هذا الصاروخ بضرب هذه السيارة التي ترونها على الطريق مباشرة. السيارة كانت متحركة والضربة جاءت مباشرة، كما هو واضح أن هذه الضربة دقيقة للغاية ومقصودة. والمشكلة بالنسبة للجانب الإسرائيلي أن هذه الضربة هنا أدت إلى مقتل هذا الرجل مع زوجته، واتضح أيضا بأن لديهم 3 أبناء، بمعنى آخر بأن هؤلاء الأبناء أصبحوا أيتاما الآن بسبب الضربة الانتقامية لحزب الله اللبناني. ونلاحظ هنا من خلال سيارة هذه العائلة الإسرائيلية، كما نلاحظ ونقارنها مع الضربة التي استهدفت ياسر قرنبوش، ستلاحظ بأنها تقريبا متطابقة، نفس الصورة نفس الشكل، بعد ساعات، بعد حتى أقل من 24 ساعة من استهداف ياسر قرنبوش، يوضح لك بأن هذا انتقام واضح من قبل حزب الله اللبناني. وهذا هو الذي أزعج تماما الأوساط الإسرائيلية منذ الصباح الباكر، وإسرائيل والأوساط الإسرائيلية تتحدث عن هذه المسألة بشكل مكثف، بأن هنالك عائلة إسرائيلية قد استهدفت وقتل الأب وقتلت الأم، وتحدثت عن هذه المسألة هارت، يدعوت أحرنوت، التايمز أوف إسرائيل، وحتى أوسن ديفندر نقل بأن هنالك استياء لدى المدنيين الإسرائيليين والمواطنين الإسرائيليين من الحكومة الإسرائيلية، ويطالبونها بفعل شيء بعد هذا الحادث وهذا الاستهداف تجاه حزب الله اللبناني، لإيقاف مثل هذه الاستهدافات التي نراها والتي نتحدث عنها. وهذا يعود أيضا لأسباب مهمة لا بد من الانتباه لها، لأن الإسرائيليين الآن يرون بأن حزب الله منذ 8 أكتوبر حتى يومنا هذا أطلق تقريبا أكثر من 6800 صاروخ على الشمال الإسرائيلي، أدت إلى كل هذه الحرائق، مئات الحرائق. الضربات تسببت بتقريبا ب710 حرائق هنا في هذه المنطقة، التهمت 120 كيلومتر مربع، بمعنى آخر 120 ألف دونم في شمال إسرائيل، بينما الضربات الإسرائيلية التي تسببت بحرائق في جنوب لبنان تسببت أيضا بحرائق ولكن ب40 ألف دونم. بالمقارنة هنا تجد بأن الحرائق التي تسبب بها حزب الله على إسرائيل هي أكثر من الضعف مما حققته إسرائيل على لبنان تحديدا. وهذه الحرائق تسببت أيضا بمشكلة كبيرة بالنسبة لإسرائيل. المسألة ليست فقط استهدافات، وإنما تسببت بضرر بيئي كبير على الشمال الإسرائيلي. لاحظ هنا على سبيل المثال هذا الحريق الذي نشر في 24 ساعة الماضية، ترى أن الأشجار، المزروعات أو المحاصيل وغيرها تحترق، وكذلك أن الحيوانات أيضا الموجودة في تلك المنطقة بدأت تحاول الابتعاد من هذه المنطقة. بالتالي حزب الله هنا يستهدف كل شيء مرتبط بالحياة أو أي شيء ممكن أن يعطي الحياة لأي شخص موجود في الشمال الإسرائيلي، لإبعاد المدنيين الإسرائيليين من هذه المنطقة. وبالتالي هنا المواطنين الإسرائيليين ما يرونه، وهذا هو سبب انزعاج كبير وضغط كبير الآن على الحكومة الإسرائيلية، يرون أن حزب الله لم يتوقف أبدا من استهدافاته، هو مستمر بالتصعيد. الردع العسكري لم يكن كافيا ضد حزب الله اللبناني على مستوى الطائرات والضربات والاغتيالات وغيرها، وكذلك أن الجهود الدبلوماسية التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية باءت بالفشل ولم تصل إلى طريق
كذلك أن هنالك الفصائل المسلحة في سوريا والفصائل العراقية كلها منتشرة بشكل كبير على المستوى السوري اليوم. قناة كان العبرية تحدثت بأن الفصائل العراقية جاء منها عدد كبير ووصل إلى سوريا مستعدين لفتح الجبهة على العنق الإسرائيلي في حالة قررت إسرائيل من التقدم إلى جنوب لبنان. وكذلك لا ننسى جماعة الحوثي وحتى إيران داعمة لكل هذه الجبهات لتحقيق هذه العمليات. والآن إيران تقول بأنني سأتدخل بشكل مباشر، وهذا يوضح طبيعة الدعم الكبير في ظل أن إسرائيل تقف مكانها ولا تفعل شيئا رغم كل الاستهدافات وغيرها. حتى أن 24 ساعة الماضية جاءت وكالة رويترز لتتحدث عن أن حزب الله اللبناني بدأ يستفيد كثيرا مما يقوم به الموساد الإسرائيلي وإسرائيل من استهدافات لقادتها إن كانوا في لبنان أو إن كانوا في سوريا، كما نتحدث عن ياسر قرنبوش. فهم اتخذوا العديد من الإجراءات، والإجراءات بسيطة للغاية، هي استخدام وسائل الاتصال القديمة للغاية لتفادي التكنولوجيا العالية التي تستخدمها إسرائيل في عملية الاتصال والتواصل، وكذلك ما يجري بين حزب الله وعناصره. على سبيل المثال هم توقفوا عن استخدام أجهزة الموبايل، أجهزة الاستدعاء أو حتى الرسائل الشفوية، توقفوا عن كل هذه الإجراءات. واحدة من الأمور التي يقومون بها هو استخدام شبكة اتصال قديمة ثابتة قديمة تعود إلى العقد الأول من القرن 21، وهذه مسألة قديمة للغاية، صعب جدا تعقب هذه الاتصالات. وكذلك أيضا في نفس الوقت حتى وإن تمكنت إسرائيل من عملية التنصت على الاتصالات الخاصة بحزب الله من خلال هذه الشبكة أو غيرها، فإن المشكلة الأساسية أن أيضا حزب الله يستخدمون عناصر حزب الله يستخدمون الكلمات المشفرة، أي أن كل شيء مشفر من طبيعة اجتماعاتهم تحركاتهم وأسلحتهم، وهذه الكلمات المشفرة تجدد بشكل يومي. وهذه هي التي تشكل مشكلة بأن إسرائيل الآن وقعت في حرب معلومات ضد حزب الله اللبناني، وبأن هذه مسألة ليست سهلة أبدا. كذلك أن حزب الله تمت ملاحظة بأنه يستهدف أيضا كل شيء مرتبط بتجميع المعلومات الاستخبارية من قبل إسرائيل. على سبيل المثال هم يستهدفون أي شيء مرتبط بالرادارات الإسرائيلية، المناطيد، الطائرات المسيرة، وبالتالي حزب الله هنا يحاول من إعماء إسرائيل وكذلك أيضا جعل إسرائيل غير قادرة على سماع أي شيء مما يجري مع حزب الله. وبالتالي كلما مر الوقت كلما يستفيد حزب الله من طبيعة ما يجري من إمكانيات أو يتعرف على الإمكانيات الإسرائيلية ويصبح أكثر صعوبة على العمق الإسرائيلي. بالتالي المواطنين الإسرائيليين هنا يرون بأنهم تركوا الشمال منذ أن بدأت هذه الاستهدافات وأحداث أكتوبر. أكثر من 80,000 إسرائيلي تركوا هذه المنطقة بأكملها. حزب الله اللبناني يصعد بشكل هائل، والضربات أدت كما تحدثنا إلى العديد من الحرائق. باختصار هم يرون الشمال الإسرائيلي يحترق بالكامل، والآن هذه الضربة أدت إلى مقتل هذا الشخص المدني مع زوجته مباشرة كرد على استهداف جاء باتجاه قيادي في حزب الله اللبناني. وهذه مسألة كبيرة لأن الاستهدافات تطال المدنيين أيضا، ضرب للبنى التحتية، لم يبقى هنالك الكثير بالنسبة للمدنيين الإسرائيليين إلا الضغط على الحكومة الإسرائيلية بأن عليها الآن التقدم وعليها فعل شيء تجاه هذه المسألة. وهنا يأتي التصريح لحسين سلامي الذي يبدو مدروسا للغاية بأن إيران الآن رأت بأن كل الفصائل الآن إن كانت السورية أو العراقية أو حتى البعض منها حتى من جماعة الحوثي، في بعض التقارير أكدت بأنهم أصبحوا موجودين مع المقاتلين في حزب الله يستعدون لهذه المعركة. إيران ترى بأن كل الجبهات ممكن أن تضرب مرة واحدة في لبنان وفي سوريا، وبأن إسرائيل قد تكون خطرة إذا ما بدأت بعملية التقدم، وستفقد إيران عملية وجودها عن طريق فصائلها في هذه المنطقة على مستوى الجنوب اللبناني، وبالتالي ستصبح أضعف مع الوقت وستكون كل الجبهات هدفا فيما بعد، وإسرائيل ستؤمن نفسها. وبالتالي إيران لا تريد هذا الشيء، إشعال المنطقة بحرب إقليمية كاملة يجعل مجلس الأمن الدولي الأمم المتحدة تتدخل لإيقاف هذا الصراع مع كل هذا الإسناد الذي ممكن أن يأتي من قبل الجانب الإيراني. والأهم من كل ذلك أن يبدو علامات التقدم إلى الجنوب اللبناني أصبحت أكثر وضوحا الآن بعد هذا الاستهداف الذي نتحدث عنه اليوم تجاه هذه العائلة الإسرائيلية، حيث أن إسرائيل بدأت بضربات مدفعية اليوم جاءت باتجاه القنيطرة وباتجاه 4 مواقع تابعة
للجيش العربي السوري، حيث قالوا بأن الجيش العربي السوري قام ببناء أو تخزين بعض الأسلحة ونقل بعض الإمكانيات العسكرية الخاصة به إلى مواقع لا تأتي من ضمن اتفاقية فضل الاشتباك التي وقعت في عام 1974. وبالتالي هنا إسرائيل يبدو بأنها بدأت تفتح أيضا الجبهة السورية بشكل مباشر، ويبدو هذا كاستعداد لصد الجبهة السورية للبدء بالتقدم تجاه جنوب لبنان. ولاحظ أن الضربات التي جاءت على القنيطرة اليوم، نشرت بعض الصور منها من بعض المصادر السورية، أوضحت الضربات المدفعية المتبادلة بين الجيش العربي السوري وكذلك الجيش الإسرائيلي كما تلاحظون هنا. وفجأة مرتفعات الجولان بدأت تتصاعد بها الأمور، ويبدو أن سوريا بدأت تدخل بخط المعارك مع تجمع للفصائل كما تحدثنا وعناصر حزب الله في هذه المنطقة. حسين سلامي هنا بوضعه لهذا التصريح أيضا يبدو مدروسا في نفس الوقت، لأنهم يعلمون أن بنيامين نتنياهو لن يفتح أي حرب الآن تجاه جنوب لبنان حتى انتهاء زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث في 24 يوليو سيكون أمام الكونغرس الأمريكي يخطب خطابا ينتظره الجميع، ينتظر ما الذي سيصدر منهم. ولكن أيضا أن إيران تعلم تماما أن هذا الرجل سيتعرض للضغط من جو بايدن الذي سيلتقيه أيضا أثناء هذه الزيارة الولايات المتحدة، ويعلمون أن جو بايدن سيطلب من نتنياهو عدم البدء بغزو جنوب لبنان، لأن هذه مسألة خطيرة ممكن أن تؤدي إلى حرب إقليمية والولايات المتحدة في مشكلة حقيقية. ويرون تماما أن بايدن سيذهب إلى هذا الطريق للضغط على نتنياهو لأسباب عديدة، وواحدة من أهم الأسباب أنه يتعرض إلى ضغوط داخلية من قبل الديمقراطيين يضغطون عليه للانسحاب من السباق أمام دونالد ترامب. على سبيل المثال مجلس النواب الأمريكي الهاوس على سبيل المثال ومجلس الشيوخ الديمقراطيين فيه يطالبون منقسمين فيما بعضهم البعض في الضغط على بايدن، البعض يسانده ليبقى في السباق والبعض يريده أن ينسحب من هذا السباق، خاصة وأن من يعارض ويريد تماما أن ينسحب هذا الرجل هو مبني على أرقام ويلكم ستاك التي ترونها. أصدرت دراسة في 24 ساعة الماضية أوضحت أن بايدن تراجع كثيرا في مسألة مواجهة دونالد ترامب إن استمر وأصر على هذه المواجهة لدونالد ترامب. لاحظ على سبيل المثال الآن جو بايدن هنا تراجع كثيرا باللون الأزرق أمام دونالد ترامب المتقدم للغاية بحسب هذه الدراسة التي صدرت، من دراسة واضحة جدا للعديد والعديد من الولايات والمواطنين الأمريكيين وجدوا أن الناس تصوت لترامب بدلا من جو بايدن. لا بل إن المثير بهذا الأمر أنهم وجدوا أن كمالا هاريس ممكن أن تؤدي أفضل ضد جو بايدن، أن تؤدي بشكل أفضل من جو بايدن ضد دونالد ترامب، والفارق فقط 1% لصالح دونالد ترامب. أما أي مرشح آخر ديمقراطي بدلا من جو بايدن وكمالا هاريس سيتمكن من الانتصار على دونالد ترامب إن تحققت هذه المعادلة، أي أن المسألة مضمونة في هزيمة دونالد ترامب، ولكن يجب على جو بايدن أن ينسحب أولا مثل شيرود براون، جوش شابيرو، ورافائيل وارنوك، وكذلك بيت بوديجيج، كل هؤلاء قادرين على تحدي دونالد ترامب وهزيمته بشكل مباشر. ولاحظنا في 48 ساعة الماضية أيضا بأن الوكالات مهمة للغاية مثل البيزنس إنسايدر نقلت عن عدد من الجمهورين قلقهم بأن أي بديل ضد دونالد ترامب ممكن أن يؤدي إلى هزيمة ترامب، لأن ترامب ليس مستعدا، استعد لمواجهة جو بايدن، ممكن أن يكون مستعدا لمواجهة كمالا هاريس، ولكنه ليس مستعدا لمواجهة أي من هؤلاء المرشحين الديمقراطيين. بالتالي هذه المعادلات كلها تعطي فرصة لإيران لزيادة الضغط للدخول ضد إسرائيل بشكل كبير، وقد يعطي علامات واضحة جدا لماذا ذهب حسين سلامي إلى هذا التصريح اليوم.